السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله ربكم واطيعوه في أوامره ونواهيه، وتوبوا إليه مما بدر منكم من المعاصي والمخالفات، تفلحوا في هذه الدنيا وتفوزوا في الآخرة. أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى وحينو أبو رينين عابدنو سيدو إنو قشيقي في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلهي أدوم الدبين إنو نقلنا وتاينو كقاري إنو شرفت الدنيا يا ماموسك يا عزادة الدنيا خربة عبودية دا سواحي نوغا باهان تاهينا ينو حقيقي نو سيدا يتاين وغا صوبحلو. تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى لا بد له من ركائز يرتكز عليه. إن الحقيقي سأدون نمضه وإلهي أدون دبا أدون نقطة وحيلا ده يارماي عسكة طولغا ومارمان واه وهدان أدون كالغهلين أنو نقونا هين مد حقيقي عبودية دي أو نقونا هيا مد نقصان يخلل كغتشرو. كوحكا أن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته ومخلوقاته. أدون كوينو إلهي سبحانه وتعالى سيدة بوقرته وإلهي وكبرت مقعي دي سي صفات كيسة أفعاش إلهي مخلوقات كواوين يتصين يا إلهي تريتان كيسي وين ديس يا وديس آياتك يا على مدها إلهي أدوية دوشي دو لغي سيايا دومه ربي قودك قرطان. وأن يعرف العبد أحكام أوامر الله وشرائعه أدوني ماذا إن الحقيقي ساوحي كاقبها انتهي إن هذا قون ويالا توح إلهي كفري إلهي كقوات شبيي أما كوس نيي يوحى إلهي سبحانه وتعالى وكام منوعي وكوديدي. أدوني ماذا إن الحقيقي ساوحي كاقبها انتهي أن تقوم بالأعمال الصالحة مخلصا عملك لله وحده. إن هذا عماش صالح ونكسن سميصه يدون يدادي قصدقاق وإلهي وبرح تريهاي وإلهي موين عدك لا ندحبك قدونا هين. فاعبد الله مخلصا له الدين. أدوني ماذا إن الحقيقي ساوحي كاقبها أنت يا عبد الله أن توافق شرع الله فيما تتقرب به إلى الله. وحكستو هذا السلادة إلهي وقدوو وإلهي أتشر كقهل وإلهي سبحانه وتعالى أكتيس منزل إيا درجوك كسبو وإن أتكوا فقد الشرع إلهي ودي إلهي كعابد إنت إلهي وكو شرعي أدو تحقيقين يا شهادة أن محمد رسول الله. سيدة إلهي سبحانه وتعالى أولي في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها المسلمون عباد الله، الرمها صدن وفق مسلم كدونية الدون لماذا ربطاين وحقيقيو لقوا مارمان بيئيهين عمل كهرتين وصمعيو عمل كمركو الصمعينيين إنا إلا الصعدان وكوة كل راني نغدان. وحكى الله الدون لماذا أنا حقيقو بهين إلا أدون كولي ما دو كسفوبه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى بعد العمل. ما همرك أدن باب تون عمل صالح ود إلهي وقود دواتي أدو السمايي إن أد إلهي الدن بداف ويديسته وفك وفير صدى إلهي كتاب كيسة سبحانه وتعالى يسنها النبي قيلنا محمد عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية وحوم قنية ختم الأعمال الصالحة بالاستغفار
والحث على ذلك كثيرا في كتاب الله، والثناء على من اتصف بذلك، والدعوة إلى ذلك. إن إلهي إن بدني نقول دي رجلي أعماش صالحة إن إنو كدن بيسينو إنو كخطينا استغفار. أمان إلهي وأمان يعدار انتا سميسة. النبي محمد عليه الصلاة والسلام يددك صالحين تايا هراء من الأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين والشهداء إنو دقن كودواها أنهم كانوا يحرصون على التعبد لله سبحانه وتعالى ثم الاستغفار بعد ذلك. إن آدو قد ذلك شرين عبادات كأنه يعود كالدوان فرالي السنبا انت أدب ديدنا استغفار إن إلي من شرين إلهي باكوري في كتابه فاستقيموا إليه واستغفروه ودرك ساسد اللوحي لي استقامة والعمل بالدين والاستقامة على صراط الله المستقيم هي استغفارته إلهي وطوصنا هذا ودديسا وطوصنا هذا دمي دافنا إلهي ويديست لبدا سمك لمار ميان. فمن أراد استقامة بدون استغفار لن يظفر بها وفك الدون إنو نغضاء الدون إلهي وطوصن وأعماش صالحة سمية استغفارنا يسقو أنك دبقين هين أرنتك قولي سنمائيو وحين أغنى هاي عبادات كواوين إعدة صميساءات كالله أماني إنو كمدي هاي قيام الليل أدوانكو إنو قتفر الله ده هبينكي إيا مالنتي كدي من هبينكي دادكو مركاي هردان إلهي دراد دي هرداد إنو قكعوه فيتهجد لله سبحانه وتعالى وإلهي وتكدوه إلهي سبحانه وتعالى وحو كتاب كيسا كغور رمي أو كو أماني أدوما إلهي وناكسن وصلاة الليل كعاية وهدنا صلاة الليل كاسي أنا إمان كود كوريدين أرين كودين ودما يستيران يهي عمل كودنا إنو ودى توسن يهي وحنا أريك آنو كردين نين إماركي صلاة الليل كتكدان كدب يرون مع ذلك تقصير أنفسهم قابنت النفو داركية فيستغفرون الله سبحانه وتعالى وإلهي الدمداف ويدي سنية والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون وقت الصحر مركواقو سودة وادو السلاة الليل كود عيدا ميستان أي استغفار فريسانيا أستغفر الله اللهم اغفر لي إلهي ويأسطر ويدم بداف وهي عقاب. نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم صلاة دفر الكامركة وتكدو وحوكو ختم جري بالاستغفار. ففي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة صلاة دمرق كبحة وسلام نقصده وحوه الرئي وأرانا يوحوها إن صدح جاري راهده أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. حجك وحكم ديها أركان إسلامك يا عبادات كواوين قيمها بدل إلهي سبحانه وتعالى وحكو شيئا في كتابه الدون كمرك وركنك أوين أركان تحجك يا عملك والوقوف بعرف مرك لما يستوه إنه استغفار لي ماد. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله ومرك لغا سور قدومي لغا سور رقم دا عرفة المزدلفة اللي مادئة من الله دقاقية مالك التبنادي ذي الحج يوم الحج الأكبر إلهي سبحانه وتعالى وحليه إلهي الدمداف ويديست ويسادة رسولك عليه الصلاة والسلام وحشاقي فضلك إله ذا هيقفك ويسيسته ويسدي سواناتية ظاهرة وباطنة يكون ويسيسته إخلاص يا قلبي حاضر إلهي سبحانه وتعالى تلصارنا يوكالما يصنعي أخشو صنو ندامنا أي عبادة ويسيسك إنت أدب ديدنا إلهي الدمداف ويديسته درجة تالق قالوا شاقي رسولك. فعن عمر رضي الله عنه فيما رواه الترمذي في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. غفر له ما تقدم من ذنبه. قفك أذكرت آخرية استغفارت أي كشرت أدونك أولي هاي إلى قوة توبت كان كبضاني قدر متطهرين تيلا هاي متكم إذا يقدك متطهرين توقوة الدم ببعان سمين التوابون وقوة الدم بقمر وكرد التوبت كان يصون غضا. فتحت له أبواب الجنة فيدخل من أيها شاء. الباب هذا شنده سديد دابا لوفرا كودون أيوك الجلا. نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم وحين أقنا إنه رشي سنة كعمر نيد بالعبادة والجهاد والدعوة إلى الله. إلهي إنه عبادة يستوى دعوة هي جهاد هي خير. إلهي وحو أمر إنه رشي سا وناك كعمر نيد إنه كختمه مركي لو شيء جريد سنة سورة واتي استغفار إنه كختمه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عبد الله بن عباس وحر وحي تلمام يسا صورة داري قريد النبي يقول إليه صور دواتي. تفسير كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن عباس وهو صحي صحابتنا وكوا فقين وحرسولك الأمر مركي قريد يسو صور دواتي نلشي سينو كختمو كقب قبيه بالاستغفار. ففعل ذلك كما روت عائشة سيدان وياه للنبي عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة عائشاكت وكان يستغفر الله في ركوعه وسجوده. سورة دا سينتي سودك تكذب إلهي بود مداف كوي دي سنتر الركوع دي سجود لبضبع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت رسولك وحيوري عليه الصلاة والسلام يسوغو الدنيا دان كسي الصعودة وحقا آخرة وچي هايستي ودبر كيسو كتير سي هاي عائشة رضي الله عنها وحاولها سيدة عائشة عائشاكتي انت هاي دكت وراري عيسي وحاولي هاي اللهم ارحمني واغفر لي والحقني بالرفيق الأعلى. رواه البخاري في صحيح. إلهي وين حريصه إلهي وإيدن بداف إلهي وحدي هلي شيسا الرفيق الأعلى سيدا سنو لشيسي ونكسرين نبي محمد استغفار وختمي إنا قانا تاسعين لقدبون يا عباد الله عمل كستاء صالحة وآين صمينه لا سيما فيما ورد إنا استغفار يا توبة كان أين كدب الجينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله وعسويدين كراغفك مسلم كمقلا تصالى ياشا سيعين بحناية المامية سيدة إلهي وديري قلية عماشا ونأكسن إن لغو ختمه استغفار يا سيدة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا ذاتك الصالحين تايرين تايو قد ذالي تشيرين. ما السبب في ذلك؟ أدون كوابو عبادة استي خيري يوح إلهي ودوية أيو سمي هاي تاي حكمة كتيرتا انت أدبادت إلا يراهضو استغفر الله ومعنى هيدو يهي طلب المغفرة مغفرة إلهي إنو ويديستو مغفرة ده أو ككوبا لبار رمض إلهي إنو أسطر سبحانه وتعالى وأنو فضي حدين وعيبتيس الدنيا آخرتون خلائق ده إنو كشفين ويو النوع عذابك إلهي كمده إلهي الرحمة دي سنوحة كمده دي قدن بابي حدنا إلهي إنو كأسطره. وكيدي نبي عليه الصلاة والسلام سقو كور رمية سيدا دومها قار كود يوم القيامة لوغو عذاب ايو إن لا كشفو عيبتو دي خلد كود خلائق دا قروم دا قيامة تاقن لو موچيو. سبخاري وريا من حديث آنس ينصب لكل غادر لواو يوم القيامة
يقال له هذه غدرة فلان ابن فلان ميد كاستو هشيسيا دي بلما ددك ولا غلو كبخا وحمالك قيامه هل كاد دبد لا تاغيا سر روايه قار كود كتيم عند استه علن دير علن كان وحا كو قران نينكاسي انو يهاي نين هشيسيا دي عهديه ددك ولا غلو كبخي جيري ونوع عقابوي مركا استغفار مركا الهي ويدي سريسو إلهي واحد كبر يسا الدوان باتها كل خلد يدن بواد قليسا إلهي إنو كو أسطران وخلائق ده نحن ده كوفة ده حضي وحكالوه ده إلهي سبحانه وتعالى ويدي سنيسا إلهي خلد كي يدن بيقيا قفقا أدقشو إنانو كو عقاب وربي سبحانه وتعالى بفضله ورحمته إنو كو رافه تاسينا وادا عيسى هدو قفكو التوحيد يا إيمان كل انتو سيدا إلهي انبضن كتاب كيسا وكل شاقي أيها المسلمون عباد الله حكمة ده أرنتا كدح مغضا وحاكم ده الدوان كا إلا الدرين سييو مروال باين ودريم التقصير كيسي يقابين تيس وإن كستو الدوان كو ودادالو وناقيسو فربطو مرنبانو يسو عرق إنه يهي مدقاري درجة الكمال والمنازل العالية درجة هذا ما يسترنك هي منزل هذا السرع وحده إكرتا الدونك وهدانو تادري من مركو عبادات سمايو إنه يسبقو ويسواركا إنه يهي مدوحي الله ديري ودنك صباحي ووحكا لما لآني تشيرين وارنتاسي اي كوري دحنون كالي راد عجبيغا اسوبوغا عدي باين عالي كسرين وسواركو كدب لتاسي او كقادة كبير او كميدة دنبية دواوين الهي عقاب كيسا لغو متاستو مركا دنبية ارنتو اي لقادو اعماشا او سمين ايو ايو وناقا نفتي سا امو قضي ايو حمانه ايو قابنت ايو كقر صومي او قينو الهي امنا شاكتو يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وإلهي أقومنا الشيكتا إسلام لماذا يصلاة وتكون يصوم كي يزكد يحجك إيا عماشك لأو صميني سياني تاسو أدعين وحا أدوانك الله حصوصين إيا إنكستو أددالو إنانو التقصير إيا قابين آنو كمرنين عمل كان صالحات سميسي مقودي كرو شكرك إلهي حق وكوية شيء عمل كإلهي مركو كوافكي صلاة باتك تيفرلا صلاة فرلك يا كوافكي ومن عانك عليها يا كوكو عاوي وكوكو كالمي الله رب العالمين فإنه لا حول لك ولا قوة عليها إلا بالله أود إيا حالد منا أمليهد إلهي نكو عاوية موياني صلاة داسي مقودي كرتاه شكرا نعمة التوفيق ما هدنقى كواتي بي وافتشنت إلهي وكوافتشي إيا كالمين توكو كالمي إيا فضودين تا إلهي سبحانه وتعالى وكو فضودين يوكو سهلي أبدا مقودي كرتو ونعمة عظيمة وعمل كاسو قولي ما هدنق آنو كنغن كارين استغفارت وحا لغو فريا قابين تاعد كقابيسي ويران مهدنقي عبادة اي عمل كصالح اي خير كاكاواتشبي استغفارت وحا لغو فريا عمل كاغو انكستو اددداشو قدلولوين اي قابينات كقابيسي لغوا يمايو وحق علمي كاقد عيا قونت اقول لا انا يكو قيسي اما ايمان كاقو ضعيف او صببي واتكتك توحي اباي هايدين اتصميسو وقو يران ميان الدريم هين انكستو اددداشو وتصالحان سلاة دا تكتو سلاة دا دحديدا انانو لما استرنين حضور قلبك فيها قلبك اقو انو حاضر هذا دحديد ونقطه كامل الخشوع فيها مدي خشوع ليس ولما استرنتهاي صلاة دا دحديد الا يستوجب هذا الاستغفار
تاسميانه واجبين هنا السبب هين إن الله سبحانه وتعالى دم دافع ويديسته لنا عكله هذا العمل كان صالح حسما يصي إمي سخلد إمي سدم بي يقف أو كلا أياد كترته وأتكو هذا شيء عمل كان هرتي أما أتسمى يسياد كل دقاقضي أما حقوق إلهي أما حقوق خلقه وأضيع ضيع إذن فلا بد من الاستغفار سيكستو الله لقب استغفاري ولا قام أرمان أدوان كاستغفار تلي ما دع عبادات كي طاعات كدبدون يكون موفقا إلهي با سبحانه وتعالى خيرك ولا قوافة شنية عمل كيسا صالحين أو حصاب نقون إياه أعمال كلو صالح وبدن وكدن بيسا إنو سمعي هنون بانوك كرر صنية أما أدوان كان استغفار لإيمان إن عماشة صالحة دبدت سؤال كارين كوينو أدام استرانيها وحباني كدنين أدوان كاسي يكون مخذولة وحن نقون إياه متقرب كيسا لقبحه ووافتشنت إلهي سبحانه وتعالى يكالمين تيسان هلين إلهي بين سبحانه وتعالى كبرينا أن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يغفر لنا جميع الذنوب والخطايا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.